ما يحبونها يشوفونها فيه، او لان عنده فرط. هذا كمس يقول عندي فرط حركه. لا هذا فرط باللسان. طيب ناخذ بس من نواف. ناخذ بس من نواف. صباح الخير، سمعونا يا شباب؟ باسم نواف. الله الله انا اسمعكم يا مرحبا. الله حيهم يا هلا والله، صباحكم سعيد ان شاء الله. اهلين عليكم ان شاء الله. كيف اموركم؟ تمام؟ بطيب طب حالك زين فالك. وش اللي صار يا شباب اليوم؟ ما صار لكم عيون طيب. خلاص؟ لا ما في خلاص، بس احتري اخوي. اللي صار موضوع بسيط وبين اخوان. حلو. وحنا ما لنا الا 5 ايام اساسا يعني، فاكيد انه ما راح نكتشف شخصيات بعض كاملة، كل واحد عنده شيء مظلم. إلا إذا تجالدنا. لا ليش نتجالد؟ تنكسر يدي ما تمد على أخوي. كفو كفو. وينقطع لسانك إذا ما تكلمت عليه. والحمد لله الكلام يحصل، الشخص إذا عصب الكلام يطير في الهواء. صدقت. وش اللي استدعى العصبية طيب يا؟ طيب يمكن أنا زعلت من التقليد، شأن خاص. ما طبقت التقليد صح أنا، ورجال زعل. حسيت أن التقليد استنقصني. والرجل ما له نيه يعني، الدعوه كلها مزوح، بس ما يعني ما يدري عن شخصيتي. وفي النهايه اعتذرنا، حتى هو يوم اعتذر مني انا بعد اعتذرت منه، قلت ان انا يعني تكلمت كلام. طيب على قلب رجل واحد خلصت؟ لا لا، على قلب رجل واحد، ونبقى على قلب رجل واحد. لانك انت لانكم اليوم انت اخذت زعله قويه. و يا اخوي يعني انا ما طبقت التقليد صح، الرجال من حقه يزعل. يعني انت ربما اني خربت يمكن مشيته. لحظه، يعني انت الان قصدت التقليد او انك ما طبقت التقليد او ان خويك شاف انك انت ما فهمت انا؟ طيب انا بجاوبك، انا بجاوبك. اسلم. لان على ما قلت هي جت فيني انا. الرجل قلدني، وانا اللي زعلت انه يعني حسيت ان التقليد هذا استنقاص بصوره عامه مني انا. طيب خويك يا ابن، طيب حتى لو خوي يعني غلطه صارت منه يعني هو ما انا ما شفت صراحه فيه غلط يعني، اكاد يعني قلد. كيف قلد؟ كيف قلت؟ اقلد سالم بن حزام الحين، هو يعرف خاطري انا خويه. أيوه. ماني بقصد فيه وين غلط. وين القضيه؟ طيب وين المشكله؟ صل على النبي بجاوب. هل بينكم شيء؟ لا بدا ما بين شيء يا رجل. والله انها اول سالفه، والنبي يعني ما يمون عليك. لا 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 والله اني اقدره ويدرون الرجال. اي بس ما بينكم يعني هذيك الميانة. الا بيننا ميانة وبيننا علوم من واجد. طيب طيب كيف تزعل؟ ما تجي ذي يا اخوي. انا ما طبقت. طب انا بقول لك شيء، انا بقول لك شيء. انتم بارك الله فيكم يوم طلعتوا الموضوع ذا ويوم تكلمتوا فيه وحثيتوه، لكن في البدايه يومكم تتكلمون احنا نسمعكم واحنا داخل، انتم تحولتم من نقاد الى مثيري فتن، وهذا غلط ترى. ما يا اخي لا لا دقيقه بس بكفيك يا ابوه دقيقه. حنا يحدث امامنا شيء على الشاشه ونعلق عليه. طب انا جاوبتك. هذا اللي بيننا وبينكم. ترى ما انتم يعني همنا، ولا احنا يعني بكلمكم طلعنا ولا اذا رجعنا. والله اخر شيء اقول المحاوله. والله ان همكم. اسمعني والله اسمع. دقيقه ابى اقول لك. دقيقه بس عشان نوصل الفكره اللي وصلت لنا، وانتم فندوا ولا كذبوا ولا بكيفكم. ما هنكذب. انا الان اللي واضح امامي يا ان بينك وبين شيء سابقا، وانت تقول ما بيننا الا كل علم طيب، وهذا اللي الحمد لله وصلنا له، او انك ما تمون عليه وهذا شيء متوقع. لكن هذا يا باسم بيخلي كل زملائك يكشون منك، ولا عاد احد حتى بضحك معك ولا مازح معك بيقول هذا يزعل. او انت قبل تحت البث بتقول لهم المفروض يعني لو اني باسم مثلا ما بي احد يقلدني، ولا انا رجال ازعل من المزح رجاء، لا حد يمزح معي. هل قلت لهم الكلام ذا؟ صل على النبي، احنا نمزح ونضحك مع بعضنا دائما. شفت؟ ما هي باول يوم نضحك مع بعضنا ودائما نضحك، بس لعل اليوم حصل شيء. يمكن كل واحد عنده حد معين من المزح والضحك، وهذا اللي عارفينه. ما صار شيء، ما صار شيء. هو نواف. هذا عندك انت، هذه نواف. هو نواف يا ابراهيم. هل انت باسم؟ نواف باسم، هذا باسم. لا نواف ارحم تسلم. نواف هل قلت تحت غير باسم؟ لا ما قلت الا هو اليوم. ما قلت الا باسم؟ لا بدا ما في الا هو. واكيد ما عادكم قلد احد صح؟ صدق؟ لا والله بقلد وبستمر يا اخو. وبيجيك واحد وبيتكلم عليك وبتزعل معه؟ لا ما حد بيزعل، انا مشكلتي ما طبق التقليد صح يمكن. طيب ما هو بكارك يا اخي، ما هو منهجك، ليش تقلد؟ مجبور يا اخي. يعني مسابقه يعني مسابقه ابن حلال. مسابقه. طيب انا بقول كلمه اذا تسمحوا لي. انتم مزعلتكم من تهاوشنا صح؟ بقول لكم شيء. اي ضايقنا. طيب انا بقول اسمع بقول لك، احنا
جينا هنا البرنامج عشان يمشي هذا البرنامج، لما نشوفكم متزعلين ترى نتضايق. صحيح مصدقك انا والله، يجي في خاطري يعني الجمهور يجون يتكلمون يخصمون على انا ازعل. والله انك ما تزعل ولا تعرف الزعل. اسمع ليه باسم، هذا انا ناديتكم الحين عشان اصلح بينكم. طيب ما بينا شيء. يا باسم يا نواف حياك الله. اول شيء صباح الخير، احنا ما احنا بجايين هنا عشان نفتن. انتم مديرين بتن يوم تكون انتم جايين تفتنون. والله انكم مديرين بتن. اسمع 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 اسمع، احنا ما نثير الفتنه. لو نثير الفتنه ما قلنا لكم انتم جايين في مكان واحد، خلوكم مثل الاخوان. احنا مثل الاخوان. احنا اسمع، لا 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 تقول الكلام هذا. الكلام الكلمات اللي اطلقتها اليوم ما تدل ولا نص بالمئة ولا واحد بالمئة ولا تدل على ان فيه لحظة. لو سمحت ايش دخلك؟ لحظة لازم تسمع. لحظة اسمعني خلني. اولا نواف الشهري هو زميلك. يا سلام. وطلب منه انه يقلد او يمثل، فهو مثلك. انا من وجهة نظري يا باسم انها ما تستدعي اصلا. لا لا لا، انت على قولتهم سويت من الحب الحبة قبة. بالله خلني، ما تستدعي اصلا. سواها ميانة يا رجال. قلت نواف ركز بكلمك. نواف دقيقة. اسمعني استاذ ابراهيم. اسمعني نواف اسمعني. الله يرضى عليك نواف. عشان مسكت عليك نواف. لحظة بعطيك مجال ترد. نواف مسكت عليك ضرب. نواف ما مثلك الا غلا وتقليد كفو. وسالفة صحيح انت سويتها. طيب. إذا كان سالفتك ما هي بصحيحة، أو إذا كان سالفتك مشينا تشوف أنها مشينا ما تبغى تطلع مرة ثانية للناس، هذا ممكن أن الأمر هذا فعلا نقول كلنا أنك أنا وافة وجعت أو جعت باسل. صحيح. طيب لكن الأمر بسيط. خليني بجاوب. زميلك مثلك أو سوى يعني تمثيل على الحركة اللي أنت سويتها، ما تستدعي حتى بعض الكلمات اللي أطلقتها يا باسم. أنا تمنيت أنك ما أطلقها. طيب خليني بجاوبك. أنت قلت من وجهة نظري، اللي من وجهة نظرك يعني أنت عندك حدود معينة ما بوجهة نظر باسم. فأنا رجل عندي حدود معينة في المزح. ليه ما تقول لهم؟ طيب ليش ما قلت لهم؟ كان قلت لهم طيب يا علمهم يا أخي. إحنا ما لنا إلا 5 أيام يا أخوي. علمهم حنا قول. أنا أقول لكم ذا الحين نسخة كاملة، لا حد يمزح مع باسم. ما هو شغله. ما هو شغله. كيف بتسوي فقرات مع زملائك؟ انت بكره عندك فقرات. ما هو شغلك هذا. لا 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 شغلي لا شغلي لا مدير فتن. ونعم الجمهور، حنا صوت الجمهور وحنا الجمهور يدرك اكثر منكم من حنا. ما عليه والله لو الجوال معك والله لو الجوال معك وتشوف. اسمعني بس اسمعني بعد اذنك ادري الجمهور. طيب اسمح لي ندير الحوار بشكل ممتاز. سم انت لو معك جوال الان وتشوف اللي انا اشوفه. بس انا لاني انا اعرف المتسابق واعرف ايش يحس فيه المتسابق، فانا لاني بصفكم يا متسابقين. ما ودي انكم تظهرون بشكل لا يليق فيكم. صدقتك. خويك والله نتكلم معك صادق يا باسم. صدق. خويك الان قلدك من باب ميانه، من باب اخوه. انت اخذتها بزعله وانا شوري عليك. يا تركي انت كانك تتودد الباسم ونواف. ما انا بتودد يا ابن الحلال. الفعل اللي سووه اليوم خطا. خطا يا ابن الحلال. لا عادي ما نتمنى ان نشوفه منكم ثاني مره. انا يا بريك انا عشانهم خمسه. انا دقيقه لو سمحت. انا عشانهم احنا في خامس يوم. ما في عشانهم يا اخي. يستاهلون يا اخي. يستاهلون. يستاهل تقول لي ما يستاهلون يا اخي. خطا. الله يعيننا على فعل الخير يا اخي. نواف سؤال واحد فقط من ضغطينهم. نواف ارحب. نواف انت ليش قلت باسم؟ من حبي له. لا ليش طلع اللي يدور لها انا بدي القاها. انت حصلتها الان. حصلت حصلها. لا احد طلب منك تقلد باسم ولا انت قلدته بس من حبك له؟ لا ما حد طلبني انا من راسي. من راسك قلدته؟ ايه. طيب سؤال باسم، لو الان احد قلدك غير نواف فلقني عاد قلدك نواف والله لو تعطي وزنه ما عاد يقلدك ليوم الدين. لو واحد قلدك غير نواف الان بتزعل؟ ما هو شغلك.
يعني بتزعل. ما ادري ما ادري يا رجال يا شغلك مو بشغلك مو احنا اعلام يا باسم احنا اعلام يا باسم. في كلمه جديده انا اسمع انا في كلمه جديده موجوده ما ادري هم متفقون عليها يا اخي اخذ راتب انا هم شغلك ما هم شغلك شوف شوف انا لو انك تنقل يعني باسم 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 ولا نواف انا الحين لما اجي اقول لك وش جابك هنا وش عندك هنا طيب انا لما بجاوب انت كذا تعطيني فرصه اجاوب هذا واحد جاوب يلا جاوب جاوب يلا 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 جاوب انا اسمعك يلا السؤال من تبغى يقلدك الان يلا اجاوب طيب انا بجاوب شوفهم بالمجلس ازرق حول لهم اختلنا واحد يقلد اعطونا الكادر عليهم في المجلس خليني اختار يلا بعلمك اول شيء انا ما يلا اختر واحد اختر واحد نخليك يلا مع عشان وقت بس عشان السالفه الحين خلاص قرب البرنامج لا ماني مختار كلهم اخواني كلهم يلا يا الربع اي واحد انس كل انس لا لا تكفى لا تحط انس لا تكفى لا تكفى انس انس تكفى انس ماشي صح ماشي صح يا رجال طيب دور واحد ثاني ما خل يا سلطان ابن دو انت تدري ايوه ايوه سلطان ما تدري ترضى بيقلدك اي سلطان اسمع طب خليني بجاوب طيب انتم تسالون السؤال ذا عارف ليش عشان تقولون ان انا قاعد اشكل ثنائيه وانا عارف الغايه من السؤال ذا انت ثنائيتك مع عصاك لحالك يا سلام ما صوبك احد تمشي لحالك عصاي ذي طيب يا باسم ايه مشكلتك يا سالم مشكلتك انك متكبر يا باسم لا تحدني للهرج ماني محوله الكلمه ذي يا سالم انت يا باسم ايه متكبر ومغرور لا لا مع الرجال ماني متكبر لا اللي واضح لنا الان لا مع الرجال ماني متكبر مع الرجال ليش جحت يوم قلدوك طيب الرجال يا اخوي هذه شخصيتي حر انا عندي حدود يعني لا عاد احد يقلدك لا 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 تنقل هذا عني لا تنقل هذا عني لا لا ما باسم لا تنقل لا هذا لا عني لا باسم لا لا يا باسم المخطي يعتذر عن خطا طيب حنا اعتذرنا ليه مطلوبة الاعتذار اسمع وانا اتفق مع ابو طيب خلاص طيب اسمع طيب رجل مغرور طيب مغرور طيب ايش رايك طيب سلطان يقلد طيب اسمع اسمع طيب اسمع اسمع دقيقه طيب خلنا نشوف سلطان بيقلدك اعطونا سلطان خشف خلنا نشوف سلطان تعال قلدني هنا يا سلطان سلطان تعال قلدني هنا عندي سلطان مري تعال عندي قلدني يا سلطان لا لا خلينا نبغى نشوفه احنا بس عندي محل عندي تعال يا سلطان بعدين في المجلس يا ابن الحلال فاضيين لا لا عشان اشوفه تعال بالله قلدني عادي يا ابن الحلال الحياه سهله خلاص يلا قلدني امسك يا سلطان اعطي عيني ساعه من المايك يسمعونك يلا لا يتكلم في المايك لا لا تعطيني مايك لا تعطيه مايك لا تعطيه مايك ما ابغى مايك ابشر والله بالفاصل يلا قلد باسم باسم انا رجال انا قلدت لي الشرف الله يطول عمرك ما نسمع يقول لي قلدته لي الشرف وانعم فيك وفيك طب اعطونا التقليد عطنا الوقت راح قلدني يلا قلدني بالله يا ضخم قلدني اعطوا لا تعطونا مايك يا ابن الحلال يا انس يا انا اقلد بس يا ابن الحلال وخلاص خلصنا واضح انا والله بتكلم ايش يقول ما اسمع ما اسمع شيء شغل مايك ما نسمعك مو مشغل الصوت مفتوح من هناك يلا اطلع باص الصوت واضح ولا لا جهز الواصل يا حبيبي يا حيال يا حيال بس ما اتكلم الصوت واضح اي حنا ترى محن بعادات عندك قلد فلان قلد فلان هايك حاجه جات عند المقدم وطلبها منه وصار يعني سوء تفاهم قلد فلان قلد فلان هذه لعبه يلعبها على الناس تمشي معك كيف باي خلاص خلصنا شفت جبت لنا يا شفت هذا اللي بنلقاه منك هذا اللي لقيناه منك كويس زين انه للحد ذا زي ما زود بعد تدري ليش انت بتدورون انت تدري ليش رفض رفض قال بالعكس قال اتشرف ما في تشرف قال اتشرف قال اتشرف اللي يتشرفون يا باسم وصفتهم وصف ما هو بلايك من هم اللي يتشرفون وتشرفوا انهم زميلك اللي جنبك وصفته وصف ما هو بلايك انا الوصف هذا ما ابغى اقوله احتراما حش مثل المسامع كل من يشاهدنا ونعم في الجمهور نعم ونعم في الجمهور لا تصف زملائك راح ياخذون منك وجمهور نواف انا اعتذر لكم من الكلام اللي طلع مني شفت اسمع جمهور نواف لكن اللي صار بيني وبين نواف ما حد له علاقه فيه احنا اخوان اسمع نزعل كمل اعتذارك والله انا اعتذرت انك بطل اعتذر لمن اعتذر للناس كلهم على يا رجال يقول جمهوري يقول جمهوري ما لهم خمس ايام كيف جمهوري انا اقول اعتذر للمشاهد نواف. اعتذر للمشاهد بس. اعتذر للجمهور المشاهد عموما اذا شاف مني خطا واعتذر من جمهور نواف زين
واللي بيني وبين نواف ما حد له علاقه فيه يعني. يا اخي اذا ما طلع للشاشه ما لنا علاقه فيه. لا انتم انتم اذا ما طلع شوف شوف اسمع 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 دقيقه 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 اسمعني لو سمحت اسمعني لو ما طلع هذا على الشاشه والله ما نقوله. اي انت ملك للشاشه طالما نطقت صحيح او تحركت صحيح انت ملك للشاشه صحيح. الافعال اللي تظهر من المتسابقين هي على طاوله النقد ما دام الفعل صار حنا ننقله بس. انا بقول لك شيء بيض الله وجهك يا باسم على الاعتذار والاعتذار طال عمرك من شيم الرجال ومن شيم الكبار سواء كانوا رجال او غيرهم من شيم الكبار الاعتذار. ودي اسمع من نواف ايضا كلام صح. أسعد أنا أقدم العذر لكل المشاهدين ولا عدري بعايدها والجماهير ولا عدري مقدم باسم حصل حنا وادم ممكن إيه؟ نختي بكرة ممكن نختي أنا والجيات أكثر يا رجال الدنيا سعة حن 25 رجال هو يعطيك وعد ما يدري عن حنا وادم أنت عشا ونأكل سوا خلي يتكلم لا تقاطع الله يرضى عليك بتقاطع في الريلتي جاك خلي لا تقاطع بعد شيء قاطع زي ما قاطعوا انا لا لا انا ماني مثلكم تقاطعون بعضكم انتم سالم حزام طيب طيب ايش ما بتجروا ايش يا اخي طيب اسمع انا صراحه سعيد واشكر بريك واثني كلام بريك ليته من اسمه نصيب الحقيقه هو احنا طلعنا بنتيجه انه ما اعتذروا الشباب لكن المشكله في سلطان كيف بس يضرب وحتى اللي مشورته سلطان من المجلس الازرق لين جبتوا عندكم بيننا اخوان اخر شيء قال ماني باداه انا الحقيقه عجبني رد سلطان سلطان بطل والله العظيم انه بطل سلطان سلطان بطل يا سلطان انت بطل يا سلطان واصل بس لا حد تعتذر ترى انا شخصيا ماني بحب اللي يعتذر يا باسم في نصيحه بنقفل الان بعد اذن ابو ريا ابدا خلاص في نصيحه وانت بكيفك سم اوكي العصا العصا لمن عصا اي صح 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 اسمها جويده لا تقول عصا اسمها جويده وش اسمها جويده طيب اللي تبي لكن هذه العصا هذه اسمها جويده ايه العصا يقول تشوقن الخزرانه بين جمع الصفوف قلتها في يميني وتعصابها هي عصا حتى في القران اسمها عصا ايه بس هذه انا مسميها جويده عصا موسى طيب الان الله يشرف سيدنا موسى الان ترى هتثقل الشخصيه وكان لنا تجارب مع متسابقين سابقين صحيح. انا ترى اتكلم الان يعني بمنطقيه ونصيحه عجبتك ولا اضرب بعرض الهواء ترى عادي طب انا ما بيسمعها طيب خلاص بيض وجهك شكرا الله ياخذ عمرك شكرا شكرا يا باسم وشكرا نواف وان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب ان اصلحنا بينهم اليوم وان شاء الله يا رب ان كنا مثل الغيمه اللي تمطر على الارض القاحله خذوا وقتنا مره وزعلونا الشباب عندي 300 نقطة يا رجال منك 100 ومن سالم حزام 100 أما بالمية اللي عندي من أمس وأنا بعطيها